مرحبا برج العذراء. بشكل عام برج العذراء أحسك أنت والشريك قاعدين تمرون بنفس تقريبا نفس الأمور اللي قاعدة تمنعكم من الالتقاء في الوسط حاليا، هي نفس الأمور ومحتاجين أن تتخلصون منها في هاي الفترة. وأحب أذكرك بشيء يا برج العذراء، أنت من أكثر الأبراج اللي محافظة على طاقتك النقية داخل، يعني دائما تحسن الظن في الناس، دائما لحد الآن عندك أمل في الناس، وترى دائما الجانب الأفضل من الناس، وبالتالي تعطيهم الكثير من الفرص، تقريبا فرص يعني بعدد غير محدود. من الصعب عندك يا برج العذراء، على كثر ما احنا نحبك ونحتاج طاقتك الجميلة معانا، ولكن الأشخاص الخاطئين يقومون باستغلال طاقتك الجميلة، طاقتك النقية. فوصلت أشوفك هني في البداية لمرحلة أن تؤمن بالحب، ولكن استسلمت عن الحب، يعني من النوع اللي تشوف الحب لن يحدث لك أنت، يحدث للآخرين بشكل يومي، تسمع عنه طوال الوقت وتؤمن أنه موجود فعلاً. وصلت مرحلة بسبب الأشخاص الخطأ أو المواقف الخطأ اللي أنت موجود فيها حاليا، لمرحلة أنك مخذول في الحب. فأول نقطة عشان يصير اللقاء بين أشوف طاقتك فوق أنت وطاقة الحبيب تحت، عشان يصير اللقاء في الوسط أثنينكم أنت والشريك، يجب عليكم التخلص من أمور حولكم لا تفيدكم، تستنزف طاقتكم. هاي اللي قاعدة أشوفها، سواء الشريك شخص جديد راح يدخل حياتك، شخص من الماضي، شخص كان دائما موجود حولك ولكن ما كان في بينكم علاقة. بغض النظر، عندك التمبرنس أو البالانس، طاقة الشفاء أو التعافي، هي طاقة برج القوس، ولكن الأبراج يعني غير مهمة في هاي القراءات. يعني أنا أشوف أي حد ممكن ياخذ طاقة أي برج ثاني جدا عادي. وعندك ستة الأغصان، وهي أيضا طاقة نارية. أرى أنك يا برج القوس صار لك فترة، عشان كذي أنا احتمال أشوف أن هذا الشخص كان دائما موجود في حياتك، حتى لو خلف الكواليس، حتى لو بصورة مؤقتة، حتى لو من بعيد، حتى لو بدون علاقة، ولكن كان موجود من بعيد في محيطك. أوكي، لأن أنت عندك ستة الأغصان، اللي قاعدة أشوفه أنك محاط بالكثيرين، الكثير من الأشخاص يحبونك وأنت محبوب مثل ما قلت لك إياها، طاقتك جدا مطلوبة ومؤثرة على الجميع، أشخاص كثيرين محاطين بك دائما يحتفلون فيك، يعزمونك، يتفاعلون معك، وأنت المتوج. فأنت بالنسبة لك صعب أن تترك هذا الحشد اللي عبارة أن كله عن معجمين، اهتمام، أصدقاء، علاقات، whatever الحشد يعني بالنسبة لك. الكارت هاي يقول لك انظر فعلا إلى الأشخاص المحيطين بك، الأشخاص اللي قاعد تستمتع معاهم وتقضي معاهم وقت وتستثمر فيهم، انظر لهم وحاول تكتشف من هم الأشخاص وما هي نواياهم خلف الأقنعة اللي يلبسونها. هل جميعهم يريدون لك السعادة والخير؟ لأن هاي الكارت أحس طاقتها لا، بعضهم مثل الأسرة، الأب والأم، طبعا لو كانوا موجودين في محيطك طبعا يصفقون لك، يريدون لك الخير، ولكن أيضا اختلط الجيد بالسيء عندك هنا. أن طاقتك نقية، في بعض الأشخاص طاقتهم نقية ولكن استغلوا الفرصة أشخاص ثانيين، ممكن يكونون من أفراد الأسرة، المعارف، صداقاتك، أي أشخاص محيطين، زملاء عمل، دائما أحسهم شاغلينك عن شيء أهم. وجودهم يعني مثل ما نقول إحنا العدو اللي لابس رداء الصديق، دائما يشغلونك عن شيء مهم، شيء جدا غاية في الأهمية. يعني كأنك أنت تشوف الشمس، تشوف سعادتك، توك بديت تاخذ أول خطوة تجاهها،
هاي الأشخاص على طول يلاحظون لأنهم دائما حولك، يدخلون حياتك، يدخلون مرة ثانية، يسحبونك بقوة ويقولون لك بدل ما تقعد تطالع الشمس يلفتون انتباهك لشيء ثاني، احتمال خلنا نروح نتسوق، أو فلانة صار معاها هذا الشيء الأسبوع اللي فات، على طول يشتتون انتباهك عن الشيء اللي المفروض أنت تروح له. شنو المفروض الشيء اللي تروح له؟ أنت عارف، أحس أنه على مستوى معين أنت عارف أن هذا الشخص موجود وهذا الشخص ينتظرك وناطر منك أنت يعني جواب، ينتظر ردة فعل أو حركة منك تعطيه الضوء الأخضر عشان هو يتحرك اتجاهك، لأنه فعلا أيضا يراك أن أنت جدا مشغول، إنسان very busy ومشهور ومحاط بالأحباء والمعجبين وما عندك احتمال وقت له. ولكن أنت تعرف أن في النهاية التمبرنس هي مثل الملاك ماسكة كوبين في يدها، كوب فيه أتوقع نار كوب فيه ماء، وقاعدة تحاول تخلطهم بطريقة متزنة عشان تحافظ على الكوبين، شيء كذي. فالسؤال اللي لازم تطرحه على نفسك، ولأن جدا لدينا طاقة أكواب كثيرة هني، ما تتوقع أن حان الوقت أن أنت فعلا تختار كوب من هالكوبين، تختار اتجاه وتمشي فيه عشان توصل للمستقبل اللي أنت تحلم فيه؟ وأيضا لديك كارت الريليس، الموت، كارت الموت في هاي التارو سمينا ريليس، معناه تغير الأشياء، معناته أن أنت لازم تترك الأشياء اللي ما عادت تخدمك، اللي ما عادت تصب في مصلحتك. أحس أن هاي الشيء اللي صاير عندك ورا صار لفترة طويلة، بحيث أنه صعب حتى بالنسبة لك أنه تغيره، تعودت على هاي الأشخاص، ما تتخيل حياتك بدونهم، ممكن يكون شخص فقط معين، واحد، الله أعلم. ولكن أنت اللي لازم تقرر، القرار لازم ينبع منك أنت. ريليس، الملاك المسؤول عنه عزرائيل. وعندك عشرة الأغصان، وعندك الهرمت، بالضبط مثل الكلام اللي قلته لك قاعد يتردد في كل الكارتات. احنا بنروح فعلا لمواصفات الشريك، بس هل الحين إذا مثلا قلت لك مواصفات الشريك 1 2 3، ما يهمك شنو المفروض تسوي عشان توصل للشريك؟ لأن تأكد أن الشريك حاليا موجود على وجه الكرة الأرضية، شنو اللي يمنع التقائكم؟ هذا هو السؤال الأهم وراء هاي القراءة. حتى لو بعض الناس فقط يدخلون القراءة عشان المواصفات الشكلية، عشان لما يدخل حياتهم يعرفون شلون يتصرفون، ما تبي أول ترتب حياتك عشان لما يدخل هذا الشخص فعلا تحصل السعادة بدل ما تتكركب الأمور أكثر؟ ما تبي تكون جاهز؟ هاي السؤال لك. أنت الحين شئت أم أبيت، أنت وصلت مرحلة ما تقدر فيها تمشي خطوة زيادة، عندك 10 الأغصان مثقل كاهلك، عندك عبء الأمور مع هذلاك الأشخاص، مع الوضع اللي أنت فيه، وصلت لمرحلة المفروض توقف، ما راح تقدر تأخذ خطوة واحدة إلى الأمام. وهاي الأشخاص احتمال ما يكونون بس أشخاص، احتمال يكون نمط حياة معين عندك، نمط صرف، متعود كثير على السفر، على الأكل الكثير، على الحياة الاجتماعية، جدا أنت اجتماعي زيادة عن اللزوم، بحيث أنه ما عندك خصوصية عشان يدخل هاي الشخص حياتك. whatever السبب، أنت حاليا وصلت لمرحلة الستوب، ما تقدر تاخذ شخص واحد زيادة، موقف واحد زيادة، وتم تتحرك إلى الأمام. أي شيء تسويه في هاي الفترة قبل ما تدع هاي الأشياء تموت تنتهي، ما راح تتقدم إلى الأمام. راح أقول لك ليش. هذين الأشخاص اللي أشوفهم
اللي أشوفه صاير يوهمونك إن أنت تقدم للأمام، إن كان في علاقة، إن كان في صداقات، احتمال الأهل، معارف، أي حد، يوهمونك إن أنت لما تكون معاهم مثل المخدرات، توهمك في وقت اللي أنت تستعملها أنت بخير، خلاص الدنيا كلها كاملة، ولكن في الحقيقة أنت قاعد تدور في سيركل، أنت في دائرة مو قاعد تطلع منها. شلون؟ أنت راكب هني على الحصان، المفروض الطاقة الطبيعية أنك تتحرك تجاه المستقبل، ولكن إذا ما كان في تغيير حقيقي، اللي قاعد يصير أنك ترجع، ترجع لنفس الموقف، وتلف تلف تلف مع نفس الأشخاص أو مع نفس الشخص. أنت حدد وضعك، أنت اللي ممكن تقدر فعلا تجاوب هالسؤال، هل هم عدة أشخاص؟ هل هو إدمان معين على الاهتمام؟ هل هو أنت قاعد تعطي الآخرين الكثير من الوقت، ما عندك وقت حق نفسك وحق علاقتك الشخصية، علاقة العمر؟ ترى أنت مو قاعد لا تنوهم أن أنت قاعد تتقدم إلى الأمام، تحس أن لا بحاول أني أوفق بين القديم والجديد، قبل وبعد، ما تقدر. أنت في النهاية قاعد ترجع نفس الاتجاه، مثل ما قلت لك الإرادة الحرة تغلب كل شيء، وإحنا كلنا نحبك. برج العذراء كل الناس تحتاج طاقته، شوف طاقة الأكواب، هو برج ترابي ولكن طاقة الأكواب عنده، وجوده يمثل السعادة في حياة كثيرين. فأنا لا أقول لك أن تتوقف عن إسعاد نفسك والآخرين، لا، مجرد خد بريك، تحدد فيه فعلا من الأشخاص اللي تحسهم أن الدائرة مغلقة معاهم، العلاقة مو قاعدة تفيدك، قاعدين يأخذونك ما يعطونك، من؟ لأن وقت اللي تسوي هالشي راح تتحول أنت إلى ملك الأكواب، بغض النظر عن الجنس طبعا، تعرف ممكن أنت تكون الأنثى وطاقتك طاقة الملك. الفرق بين الملك والملكة، الملكة تعتمد أكثر على إظهار المشاعر بطريقة واضحة أكثر، الملك يكون دايركت ويظهر مشاعره بالأفعال، ما يكون جدا عاطفي، يكون متزن أكثر. ولكن اثنينهم لما يظهرون في القراءة بهاي الطريقة، اثنينهم متوازنين متكافئين. بما انكم اثنينكم ملك وملكة الأكواب، ارى انكم تقريبا احتمال من نفس الدولة، نفس المذهب، نفس الدين، نفس الثقافة، او حتى نفس طريقة التفكير، تعرضت لنفس المواقف، وهو ايضا تعرض لنفس المرحلة، هو حاليا يمر بنفس المرحلة اللي انت قاعد تمر فيها، بس هو احسه واعي اكثر ان التغيير لازم يكون، ولازم يكون موجود والحين وسريع. ملك الاكواب راح تكون اولا سعيد من اجل نفسك، لما تسوي هالشيء انت راح توصل مرحلة سعادة او تذوق سعادة ما ذقتها قبل بهالطريقة، لان راح تنبع من الداخل مو من الاهتمام الخاطئ من الاشخاص الخطأ. راح احتمال تجد ايضا سعادة في مشاريع انت تركتها او ما كان لك وقت تعتني فيها. دايما احنا نكون عندنا حرفة او هواية نحب نسويها، مع الوقت نهملها عندما ننشغل بالحياة الاجتماعية، في احتمال انك بالعكس هالفترة ترجع لهاي الامور وتشوفها بالعكس تثمر معاك. ولكن طاقة الرحيل عن ما لا يخدمك أساسية. ثمانية الأكواب، هذا الشخص وصل لمرحلة ثمانية، وهو عدد كبير من الأكواب، يعني بعد الثمانية 9 و10 وخلاص يكتمل الطقم. ولكن طاقة الثمانية تقول لك لازم ترحل عن الأشياء، الأشخاص، المواقف الذي لا تخدمك، مو قاعدة تساعدك أن تمضي قدما، لأن هاي المرحلة مرحلة ستك، عالق، متوقف، متجمد أنت في هاي المرحلة. عشان توصل لمرحلة 9 و10 يجب عليك أن ترحل. عن ماذا ترحل؟ قلت لك من شوي،
الأشياء، الأشخاص الذين لا يساعدونك على المضي قدما، يأخذونك فقط في دوائر في العلاقة، دائرة دائرة دائرة، ترجع لنفس الموضوع. الحبيب أو الشريك، أشوف بصراحة أن هاي الشخص حتى لو ما دخل حياتك ولكن ملاحظك من بعيد، ينظر إليك من بعيد، احتمال التقى فيك صدفة في مكان عام، يعرف أحد من معارفك، أهلك بشكل أيضا بعيد، ولكن هذا الشخص يعرف كيف يصل إليك، يعني احتمال يعرف وين بيتكم، يعني معارف من بعيد شيء كذي. احتمال أنت أيضا ما لاحظته، جدا مشغول عزيزي برج العذراء، ما لاحظته. اللي سأله واللي اهتموا جدا بالمواصفات الشكلية أشوفه، ولكن طبعا المواصفات ما راح تكون نفس الشيء للكل. أشوفه إنسان احتمال بشرته تكون حنطية إلى بيضاء، شعره غليظ، وفيه شامة كبيرة أما في منطقة الوجه أو المنطقة العلوية من الجسم. بياضة، أول شيء راح تلاحظه في هالشخص بياضة مع الشامة، جدا راح يلفتون انتباهك شكليا، مو شرط يعجبونك بس راح يلفتون انتباهك. أول شيء راح تلاحظه في شكله، الصورة مو واضحة، حاول أقربها، ولكن مو شرط. يعني إذا تقدم لك أو أتى في دربك شخص تقريبا يحمل كل المواصفات اللي أنت تحلم فيها وشخص جيد، مو معناته أنه ترفضه لأنه ليس لديه شامة، لأنه مو هو الشخص اللي في القراءة. دائما حكم عقلك، أوكي؟ هذا الشخص ليش أقول لك هو لاحظك وأنت لم تلاحظه؟ هو لاحظك من بعيد، عندك النجمة، النجمة بعيدة وأبعد حتى من الشمس بالعادة، عشان كذي تكون نجمة. رأك من بعيد وشاف حياتكم مع بعض، يعني اللحظة اللي شافك فيها أو لاحظ حتى تصرفاتك، بسرعة قرر أن فعلا أنت تحقيق لكل أمنياته، أنت الشريك اللي يقدر يبني معاه حياته. هو يراك يعني مثل الحلم. أشوفه حاليا، احتمال ما بينكم تواصل، ولكن هو دائم التفكير فيك، دائما يتخيل. يعني بالعادة المرأة هي التي تفعل ذلك، ولكن بالعكس الرجل يقدر يسوي هذا الشيء دائما، لأنك بعيد عنه دائما يتخيل حياتها شلون بتكون معك، حياة زوجية، الحياة اللي انت تعيشون فيها مع بعض، قاعد يتخيلها بكثرة. ولكن الخبر الجيد أن هذا الشخص التغيير بالنسبة له راح يكون أسهل. هو أيضا يحتاج أن يرحل عن أمور ما عادت تخدمه أو أشخاص، بالنسبة له أمور أكثر من أشخاص، هو محتاج يرحل عنهم عشان يصير اللقاء في النص، عشان يكون جاهز ولائق أنه يلتقي فيك، لأن عنده 4 خماسيات والتاور، مرحلة سقوط البرج، وعنده الكوب. هذا الشخص عنده كوب، الكوب راح يقدمه لك كحب، كعرض زواج، كعرض استقرار، ارتباط، ولكن هو يعرف، يعني أحسه واعي أكثر منك بالتغييرات التي لازم تصير، واعي أكثر منك من هالناحية، يمكن لأنه صريح مع نفسه أكثر، أو يكون من برج ثاني، برج احتمال برج مائي، لأنه دائما متواصل مع نفسه ومشاعره. انزل، عنده 4 الخماسيات واللايف اكسبيرينس. هاي الشخص يعرف من زمان، عنده كامل العلم ان الاشخاص والمواقف والطريق اللي هو عليه في السابق لا يخدمه، لا يساعده، وما راح يوصله لك، وما يقدر يستمر فيه إذا كان فعلا يبي حياة معك، إن كانوا أشخاص من علاقات سابقة، إن كان زواج سابق، إن كان تعلقات بنمط حياة معينة، حياة السفر، حياة الاستقلال، whatever. بغض النظر ما تمثله 4 الخماسيات بالنسبة لهالشخص، يعرف أن تغيير 180 درجة، يعني لازم يهد البرج من أساسه، والبرج بنيان، والبنيان يأخذ وقت،
وجهد لكي يبنى، فصعب أنك تهدم برج في لحظة واحدة، ولكن البرج هو يمثل هاي التغيير المفاجئ. لازم يكون في تغيير عنيف في هاي المرحلة عند هاي الشخص عشان ويتخلص من كل الأشياء اللي ما تساعده. هو أيضا لديه، أشوف أن لديه، طب أنه هي طاقة أكواب، عنده يعني مثل خذلان ولكن أكثر منك. هو عنده تخوف صاير من الحب، أنت عندك خذلان، هو عنده تخوف، ولكن يعرف جدا أن هذا الشيء هو المطلوب. وأشوفه أيضا راح يتخذ عشان ما يقعد ما يتم مثلك في هالدائرة، راح يختصر على نفسه وراح ينهي الموضوع بسرعة جدا وبفجأة، مثل ما يقول لك نزع الضمادة. أنت راح تنزع الضمادة عن نفسك ولكن ببطء، بألم، راح تحس بكل شبر ألم، كل جزء. هاي الشخص أيضا يعرف أنه لازم ينزع الضمادة، راح يختصر على نفس الموضوع، يخلي البرج يقع، يفعل ما يريد أن يفعله، ما يجب أن يفعله، وينهي الموضوع، ويأتي لك جاهز بكوب صافي من الحب وعرض من القلب بنوايا طيبة. عندك كوين أوف ووتر، قلت لك الملكة ممكن تكون رجل، ممكن تكون مرأة. الملكة واضحة أكثر في مشاعرها، فممكن هو يجيك يقول لك، يوضح لك مشاعره، يوضح لك نيته. في يده الملكة أو الملك قاعد ينظر إلى هاي الكوب، كأنه ينتظر اللحظة المناسبة اللي يحس ظروف مناسبة عشان يقدم لك هاي الكوب. قاعد ينظر إلى الكوب، يترقب، يترقبك أنت أيضا. أنت متى راح تكون مستعد عشان يعطيك هذا الكوب؟ لأنه شوف، أنت حاليا مشغول، مو بس بالأشخاص، حتى بالأكواب. الرسالة جدا مترابطة لك، أنت مشغول، عندك أكثر من كوب في يدك. لو عطاك كوب في هالوقت، في هالظروف حاليا، وين راح تضعه؟ على الطاولة؟ على الطاولة لا يعتبر قبول لعرضه، صح؟ لازم يدك تكون خالية، تكون مستعد على نفس مستواه من الطاقة والاستعداد عشان يعرض عليك حبه. بعد هاي المرحلة أشوف أنه طبعا راح يكون في لقاء، راح يكون في بداية جديدة لكم أثنينكم، والأمور راح تمشي بسلاسة، يعني بسرعة وسلاسة. الماء سلس وسريع في حركته، ما راح تتأخر. اللحظة اللي راح ينهد فيها البنيان القديم لكم أثنينكم بسرعة، الأمور راح كل شيء يقع في مكانه الصحيح وبسرعة بالنسبة لكم. فاللحظة اللي احتمال تعلنون فيها خطوبتكم أو الأشخاص، شوف الطاقة جدا غريبة. أنت عندك هني ستة الأغصان، هني خمسة الأغصان، قلت لك القراءة جدا مترابطة. اللحظة اللي أنت تنسحب فيها من هاي الصورة، الصورة راح تكون خمسة أغصان. هاي الأشخاص بالنسبة لهم خسروك، راح يفتشون يدورون عن سبب لماذا خسروك، لماذا أنت الحين مو موجود مثل أول، مشغول، شنو اللي شغلك الحين؟ هم متعودين إنهم يكونون شغلينك. راح تتحول إلى خمسة الأغصان، يخسرونك من الصورة، صح؟ وتكون مستعد لوحدك، الغصن الواحد الصغير، راح تكون مستعد لوحدك مع هاي الشريك للبداية الجديدة. هاي الأشخاص راح يظلون يحمون حولك أكثر من الشريك، لأن الشريك راح يهد البنيان من أساسه، ما راح يستعمل حل. برج العذراء إن طاقتك كيوت، راح احتمال تنسحب من عندهم، هذا راح يهد البنيان، ينهي الأمور من جذورها. فهاي الأشخاص أتوقع أنهم من محيطك أو محيطة، أتوقع من محيطك أكثر أو من محيطة، بس حاطين بالهم عليك أكثر. أنت راح يتمون حمون حولك، أنت شوف أنت واقف بيدك العرض الجديد من الحبيب، الشرارة الجديدة، مستعد للخطبة، صار الكلام عن عقد القران. هاي الأشخاص راح يدخلون مثل الوسواس، مثل إبليس الرجيم من الكواليس، من الوراء، راح يحاولون يردون يسحبونك لنقطة الصفر، يردون يوسوسون لك، يخوفونك، يشككونك في نوايا هاي الشخص،
يشككونك في قرارك، ممكن يسوون ألف حيلة. أنا قاعد أعطيك مجرد أمثلة، عشان هاي نصيحة جدا مهمة لك في حق المستقبل. لما تترك هاي الأشخاص يرجع رقمهم لخمسة، كن جدا حذر أن تثق، يعني جدا حذر وين تضع ثقتك. ثقتك اسحبها من أغلب الأشخاص وضعها في الأشخاص اللي مليون في المية مستحيل يخونونك، مستحيل أن يتمنون غير الأفضل لك، مثل الأم، الأب، الأخ، الأخت. يعني كن جدا حذر في مرحلة ما بين لقائكم الارتباط وما بين خلاص عقد القران والزواج. هاي مرحلة أشوفها جدا حرجة، راح يأتيكم الكثير من الكلام، الوسوسة، الضوضاء، يحاولون يخربون بينكم. الناس اللي نوعيتهم فاعلين خير ووصلون للكلام، كلامهم كله كذب، هاي النوعية احذر منهم. عزيزي برج العذراء، راح اسحب لك كرت اخير تبع النصيحة موجهة لك انت. اتمنى القراءة تكون جاوبت على اغلب اسئلتكم، بس صعب بالنسبة لي اركز على المواصفات الشكلية لانها جدا تختلف بالنسبة للكل. في النهاية المضمون هو ما يهم، ليس الشكل صراحة. كرت واحد برج العذراء لأجل النصيحة. Physical touch, a tender touch can mean so much. يقول لك هني اللمسة، الرسالة لك هني ان حاول تلمس قلب هذا الشخص حاليا، يعني مو شرط اللمسة فقط تلمسه جسديا، حاول تلمس قلبه خصوصا قبل مرحلة الارتباط. حاول تلمس قلبه لان هذا الشخص قلت لك شوي عنده خوف، يعني حتى لو يدري انك مثلا راح تقبل عرض الزواج، لكن عنده خوف ان انت ما تحبه، عنده خوف ان انت فعلا لا تريده كشريك او ليس خيارك الاول كشريك. اللمسة تؤكد مشاعرنا، فانظر وراء هاي الكرت، اكد لهذا الشخص، ركز على هذا الشخص واكد له دائما طول الوقت، لانه دائما محتاج التأكيد، دائما محتاج، من النوع اللي محتاج يدري ان انت سعيد معاه، ان انت تحبه، ان انت انه هو اولويتك، ان انت مستعد انه هو يدخل حياتك. فدائما عطى الجرين لايت، الضوء الاخضر، واكد له مشاعرك الجميله.